الإعمار في 60 ثانية، أهلا بكم. أكد وزير العمارة السيد بن جيريكاني إزالة التعارضات وتقدم العمل بمشروع إنشاء مجسر ربط شارع تقاطع القدس العبور في منطقة الفضيلية، أحد مشاريع الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية في بغداد. قرر مجلس أمناء صندوق الإسكان تخصيص 750 مليار دينار للإقراض الفردي بقيمة 60 مليون دينار للقرض الواحد ضمن الخطة الإقراضية للصندوق للعام المقبل. باشرت الوزارة نقل وتهيئة 159 رافدة كونكريتية لمشروع إنشاء مجسر على قناة الجيش لربط شارع الداخل باتجاه شارع فلسطين حي المهندسين استعداداً لتثبيتها. أكدت الوزارة تصاعد نسب إنجاز تطوير تقاطعي الطوبشي والشاتشية في العاصمة بغداد بواقع 3 شفتات تزامناً مع إنجاز جميع ركائز مجسر الشاتشية. إلى اللقاء.